رحلتنا كيف حالك؟ الله يسعد مساك. شلون طباعك على الرحله؟ والله الرحله اول شيء احنا بالاردن بديار النشامه، ثاني شيء انت ابو ماجد الله يرفع قدرك يا حبيبي، والله ابو عمر صراحه يعني تشرف بقوتكم وتشجعون على الرحله يعني. يا حبيبي هلا. والله انا والله حقيقه من زمان ما رحت يعني مع ناس، دائما رحلاتك لحالك. انا رحلاتي لحالي، لكن هالمره هذه يعني كسرت القاعده، كسرت القاعده ورحت معكم، والله سعيد جدا والله يا حبيبي. وكيف الاردن الحمد لله والشكر، الاردن ربيع، قريه ام قيس وقريه الخبيبي اللي على الحدود، ربيع ما شاء الله تبارك الله، يعني شمال عمان كله ربيع. ان شاء الله ما تكون اخر رحله يا ابو باذن الله ان شاء الله. الله يوفقك.